السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مره اخرى. سنه سعيده، دخل عليكم الصحه والهنا طول العمر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يفتح لنا هذا الوباء. بالنسبه للاخوان اللي ضافوا لينا، مرحبا بهم والف الف مرحبا وشكرا ونورتونا اعزائي. اليوم عندنا هذا الرياكشن، مجموعه فيديوهات اللي غتعجبكم بزاف بزاف بزاف. ما نحرقش المراحل وخليكم تتابعوها، ولكن كنطلب منكم تتابعوا هذا الفيديو الى الاخير، لان كاين فيه واحد المفاجاه ديال النشاط احتشاط مع واحد الحاجه. اعزائي نمشيو مع الفيديو الاول. فمن الان فصاعدا اخوتي، ما بقاوش نسيبوا الفواكه اللي هي خامجه، خليوها احتفظوا بها للتزيين، وخا مع بعضيتنا مع العائله نزينوا بها. شوف هذا السيد كيفاش خرج من التفاحه الفرفاله، يلا اللي فيه صهر يفرفر بها التفاح. نتابعوا معايا. ايوا دابا غنشوفوا الفيديو الثاني. بعطا ولا بلاستيك كتجبد وكذا، يعني يا سبحان الله. انا نشوفوا هاد الاخت هادي شنو هاد البراعه اللي دارت لنا هاد الاخت هادي. المهم خوتي للتذكير، فهاد السيده راه ما كتشوفش، راه دايره البنض على عينيها. المهم خوتي دابا مع الفيديو الثالث، شحال من مره كندخلوا للدوش وكنحكوا وداك البونجا وداك الشيء، ما كنعرفوش منين جات هذيك البونجا. فتابعوا معايا منين كتجي هذيك البونجا. يا سلام. ودابا اعزائي غنشوفوا هذا السيد قال لك تنقي الحوت بواحد الطريقه دقه واحده، كيهبط معها بالشوك باللي في الكرش بالجلده كلشي كيهبط عليها بطه واحده، زعما انتما تقدروا ديروا حالو. يلاه نشوف. فهاد السؤال اعزائي هو مطروح عليكم، وجاوبوا عليا في الكومنتات الزوينه ديالكم اللي كنحماق عليها، اللي كنحماق عليها واللي كتشجعني، واللي كتشجعني انني نزيد 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 نعطي ونزيد نوريكم ونزيد نبين لكم ونزيد نمتعكم بالفيديوهات ديالي الرياكشنات ديالي. ودابا اعزائي غنمشيو للفيديو القنبله، الفيديو النشاط احتشاط، الفيديو لهاد الحاجه اللي استقبلت السنه الجديده بهاد الرقصه. اذا يلا معايا نشوفوا هاد الحاجه. يلا يلا اذا غادي تهيلا هنا، اترككم مع هاد النشاط هذا وإلى فيديو آخر إن شاء الله. وبحال ديما الله نروح عليكم، راكم عزاز وغاليين وديما في القلب، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.